دلوقتي سنة 10، أيوه سنة 10، هيحصل حادث شديد جدا. إيه هو؟ العام ده هيتسمى عام الحزن، والنبي بيقول على الأيام دي إن هو شاف يوم أصعب يوم في حياته، زي ما هنحكي دلوقتي. واستحملونا، لأن النهارده هتبقى الحلقة زي ما بقول لكم الأحزان فيها هتحس إن أنت يعني متأثر قوي لحبيبك صلى الله عليه وسلم، يعني إزاي حصل له كل ده؟ إزاي حصل له كل ده؟ لكن من الحلقة الجاية تبدأ الدنيا تفتح وتبدأ الدنيا تغير وتبدأ بقى نشوف حاجات مختلفة. النهاردة إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل في عام الحزن دون؟ أول بداية الأحداث وفاة أبو طالب. ياه، فاكر تاريخ أبو طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعالى كده نعمل زي شريط نجيبه من الأول للآخر، تعالى نستعرض الأحداث. شايف أبو طالب والنبي وأبوه أو اللي هو عبد المطلب بيديله الولد الصغير اللي عنده 8 سنين وهو بيموت، وبيقول له بوصيك بابن أخوك عبد الله، بوصيك بمحمد خيرا. فاكر أبو طالب وهو مقعد النبي في وسط ولاده عقيل وجعفر وبياكل معاهم؟ فاكر أبو طالب وهو بيفضل النبي على ولاده رحمة بيه ووفاء لأبوه اللي وصاه عليه؟ شايف أبو طالب وهو واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بيدفع قريش إنها تقرب من النبي؟ شايف أبو طالب لما أمر الولاد شباب بني هاشم كل واحد يشيل حديدة ويقف لو حد قرب من النبي؟ شايف أبو طالب وهو صاحب الليل في الحصار الاقتصادي يقول للنبي قوم من سريرك روح نام في سرير تاني أحسن حد يجي يقترب منك بالليل؟ شايف أبو طالب وهو بيقول له امضي يا ابن أخي فقل ما تقول وأنا معك؟ شايف أبو طالب؟ هيموت أبو طالب النهاردة كفاح طويل، مات منهك لأن الحصار تعبه قوي. مات وفى وصية أبوه. يا ترى يا ناس بنوفي وصايا أهالينا اللي ماتوا؟ وفاها على آخر درجة، وقف جنب النبي وقفة مسلمين كتير النهاردة ما وقفوش جنب النبي الوقفة دي، ولا جنب الفكرة ولا جنب الرسالة الوقفة دي. هيموت أبو طالب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمته المشهورة والله ما أذيت كما أذيت بعد وفاة أبو طالب، أنا ما اتأذيتش. كأن كل اللي احنا حكيناه عن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول النبي ما نالت مني قريش أشد مما نالت مني بعد موت أبو طالب. يموت أبو طالب وهو فوق سن 80، وهو اللي كان حامي النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك الإيذاء دلوقتي على النبي هيزداد أضعاف مضاعفة. فاكرين كل اللي موقف قريش مين؟ أبو طالب. فاكرين كل شوية لما يروحوا له أبو طالب مات. الآن فكرة قتل النبي تزداد نضجا في دماغ قريش. طب احنا كان ايه اللي منعنا الثلاث سنين اللي فاتوا؟ طب ما خلاص مش هو ابو طالب اللي كان منعنا؟ طب ما نقتل محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فده موت ابو طالب. لا، وبعديه بثلاث ايام، وفي روايه سبعه ايام، واقصى روايه قالت شهر، تموت السيده خديجه. انت تخيل قسوه الموقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاسس بالنبي صلى الله عليه وسلم، يموت ابو طالب اللي وقف جنبه السنين الطويله دي، وتموت السيده خديجه. الحضن الدافي السيده خديجه تيجي برضو نعمل الشريط. فاكر السيده خديجه؟ شايفها وهي طالعه غار حراء تشيل له الاكل. فاكر الايام الجميله اللي وقفت فيها جنب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاكر يوم ما بعتت نفيسه صاحبتها وقالت لها انا نفسي اتجوز محمد شوفي ازاي نقدر نتجوزه؟ فاكر لما اشتغل النبي عندها فوجدته امين؟ فاكر لما كانت بتطلع له في غار حراء وتقعد معاه باليوم واليومين علشان تبقى محسساه ان هي مشاركاه في اهتماماته؟ فاكر الايام دي؟ فاكر لما كانت بتصرف الفلوس بتاعتها تشتري العبيد علشان يحموا النبي وهو ماشي في طرق مكه لو حد هيأذيه من قريش العبيد يحرسوا النبي؟ كانت بتدفع من فلوسها وتستاجر العبيد علشان يدافعوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. شايفها وهي بتربي اربع بنات، يا سلام على تربيتك يا سيده خديجه، زينب ورقيه وام كلثوم وفاطمه. شايفها وهي بتربي علي بن ابي طالب؟ شفت طلعت ايه؟ شوف نموذج تربيه السيده خديجه. شايفها وهي بتربي زيد بن حارثه؟ ربت خليفه وربت شهيد زيد، وربت سيده نساء العالمين فاطمه،
ورب الثلاث بنات من اعظم، يا سلام، شفت السيده خديجه شايفها وهي بيموت لها اولادها الصغيرين ومع ذلك صبره وثابته، مات لها عبد الله والقاسم اولاد النبي صلى الله عليه وسلم. شايف السيده خديجه هتموت الان، السيده خديجه شايفها في الحصار وهي رافضه انها تقعد في بيتها ومصره تقعد مع المسلمين في الشعب. عندك كم سنه دلوقتي يا سيده خديجه؟ 65 سنه. الجوازه دي بقى لها كم سنه؟ 25 سنه. 15 سنه قبل البعثه وعشر سنين بعد بعثة النبي. وفيت يا سيدة خديجة، المثلين وفوا، أبو طالب وفى وخديجة رضي الله عنها وفت. هتموت السيدة خديجة الآن والنبي معاها في معاها في السرير واقف جنبها. عجيبة قوي يا جماعة، مش ملاحظين حاجة عجيبة قوي؟ خديجة تموت في حضن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يموت في حضن عائشة. شفتوا العلاقات الزوجية عند النبي عاملة ازاي؟ هو اغلى زوجتين عنده كانوا دول. وشوفوا، كان ممكن خديجه تموت والنبي مسافر، وكان ممكن النبي يموت وهو ساجد مش في حضن عائشه او وهو بيقرا قران. لو انت بتختار النبي يموت ازاي وهو بيقرا قران وهو ساجد؟ لا، العلاقات الزوجيه، يا حضن الزوجه، ايه الاسلام الجميل ده، ايه الدين الجميل اللي بيقدس حضن الزوجه دي، ويضرب مثل بسيد الخلق، أعز مخلوقة عليه ماتت في حضنه، وهو مات في حضن أكتر مخلوقة بعد خديجة حبها عائشة. يا ترى علاقتنا الزوجية عاملة إيه؟ خلي بالكو، دي جوازة عمرها 25 سنة. الرجالة دلوقتي بعد 3 أربع سنين بيقعد يعد الأيام ويقول ها متجوزين بقالنا كام سنة، تأبيدة ولا ربع تأبيدة ولا ها يا جماعة. لكن شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، تموت السيدة خديجة في حضن النبي، بس وهي بتموت يحصل حاجة عجيبة قوي. ينزل جبريل من السماء. هو عادة جبريل من ساعة بداية الوحي لغاية النهاردة لم ينزل إلا بقرآن، أول مرة، هينزل بعد كده لكن أول مرة ينزل برسالة مش قرآن، بتحية، بسلام. إيه إيه التحية والسلام؟ ربنا باعت سيدنا جبريل يسلم على خديجة. انت متخيل امك بقى؟ انت حاسس انها امك بجد؟ امك دي امك، يعني انا شايف صوره امك، السيده خديجه امك. الصحابه نفسهم كانوا يقولوا السيده خديجه يا امي، حتى اللي في سنها، لانه هي وازواجه امهاتهم. فانت مستشعر انها امك؟ فتخيل سيدنا جبريل نازل من السماء وما نزلش على حد تاني غير السيده خديجه برساله من الله لحظه موته، لا صحابي للسيدة عائشة، مفيش حد تاني، مفيش حد تاني. ينزل جبريل من السماء عشان خاطره، يا محمد أقرئ خديجة من الله السلام. عرفتي مين هي السيدة خديجة؟ ربنا بيسلم عليك يا خديجة. طب ما هي هتموت دلوقتي وتطلع عند ربنا، ما هي هتعرف بعد ما اموت. لازم أهل الأرض كلهم، أمتك يا محمد لغاية يوم القيامة واللي قاعدين هنا عند بيتك النهاردة، يعرفوا هي قد إيه غالية. عشان كده ينزل سيدنا جبريل، وعلشان لحظة الموت صعبة لازم تبقي في منتهى الاطمئنان يا خديجة. أنت بذلت كتير وتعبت كتير، لازم لحظة موتك تبقى كلها سلام، كلها أمن، كلها طمأنينة. أقرئ خديجة من الله السلام وقل لها إن الله يبشرك يا خديجة بقصر من قصب في الجنة. القصب اللؤلؤ المجوف. عارف غار حراء كان عامل إزاي؟ مش هي تعبت في غار حراء؟ الجزاء من صنف العمل. قصر من لؤلؤ مجوف، قصر من قصب في الجنة، لا صخب فيه ولا نصب. ما عادش فيه تعب يا خديجة. نصب يعني تعب، أنت تعبتي قوي، الجزاء من صنف العمل، ما عادش فيه تعب، اطمئني. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر لخديجة ويقول لها إن الله يقرئك السلام. أنت، أنا عايزك تتخيل كده، بشر زينا. شوف لما ربنا يحب عبد من عباده قد كده، ربنا بيحب عبده، يحب السيدة خديجة. هي ما كانتش يعني ما هياش نبي، هي امرأة وقفت جنب جوزها وقفة عظيمة. تخيل إن الله يقرئك السلام، وتقوم ردة السيدة خديجة وتقوم قايلة كلمة جميلة قوي، تقول إيه؟ هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. شايف شايف الموتى الهانئة؟ شايف الموتى الهادية؟ شايف السلام اللي مالي الموتى؟
وشوف ذكاء السيدة خديجة أو فهمها وهي بتقول هو السلام، أنا حاسة بالسلام دلوقتي. فنادت، شوفوا اختيارها لاسم الله السلام، ما اختارتش اسم تاني، اسم الله السلام، هو السلام ومنه السلام اللي أنا فيه دلوقتي وأنا بموت، كله سلام فمنه السلام. وشوف تعلقها بجبريل اللي بقالها 10 سنين بينزل على النبي في بيتها، وعلى جبريل السلام، مش هشوفه تاني، مش هقابله بقى إلا يوم القيامة ولا في يا ترى يا جماعة موتتنا هتبقى كلها سلام كده؟